السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لان الدم لازم الدم يخف، لما خفش الدم ما يدورش. اكيد يعني هذه السيركيوليشن هي في الجسم داخل الناس ما كترتش البال. وشوف مثلا الناس اللي عندهم، مثلا الناس اللي عندهم شرايين ضيقه ولا عندهم اشياء هكذا، كيكون عندهم مثلا ارتفاع الضغط ولا عندهم امراض القلب والشرايين، فالطبيب كيعطيك اقراص خفيف الدم فقط. الدم كيولي فلود، يعني كيولي خفيف جري. نعم. كيعطيك اقراص تجري الدم. والناس اللي عاملين قسطره واللي عاملين عمليات القلب وكذا، العمليه الكبيره ولا الصغيره ولا حاجه، هذو كلهم الاطباء كيعطيهم اقراص عايشين بها، اقراص كتجري الدم. نعم. هو ممكن الدم ديالو يكون جاري طبيعيا الا كان عنده النظام ديالو نباتي. لماذا؟ الاشياء اللي كتخفف الدم هي معروفه عندنا احنا في علم التغذيه، هو البوتاسيوم. نعم. الاشياء اللي كتخفف الدم هي البوتاسيوم وحمض الاوميغا 3. فهذا العامل ديال حمض الاوميغا 3 مع البوتاسيوم. نعم. هما كاينين في الاغذيه. حمض الاوميغا 3 عندنا بكثره في المغرب. نعم. عندنا اللوز والجوز واللوز، وعندنا هذا الفول السوداني، زريعة الكتان وحتى زريعة نوار الشمس، وعندنا الزنجلان، وعندنا السمك. هذه كلها أشياء، وحبر شاد، هذه كلها أشياء فيها حمض الأوميغا 3، غنية بحمض الأوميغا 3، ويكون حمض الأوميغا 3 من زريعة الكتان، ولا يكون من السمك، هو في الأخير حمض الأوميغا 3. نعم. فالبوتاسيوم وحمض الأوميغا 3 هاد الاثنان هادو، أولا الأوميغا 3 كيحفظ الشرايين، لا يمكن الشرايين يكون فيها خدش ولا يكون فيها اي شيء هذا. نعم. الاشخاص اللي عندهم هذا كيشتكيوا من هذه الدوره الدمويه خصهم يكون عندهم العامل الفيزيائي اللي هو الحركه والجوع. نعم. خصو يجوع باش الدم ديالو يخف. نعم. العاملان الاخرين اللي غادي نبقاو هو البوتاسيوم. معنى البوتاسيوم، البوتاسيوم يوجد في النبات، لا يوجد، يعني يوجد في الحيوان، ولكن الحيوان عنده صوديوم. نعم. الحليب فيه 23 ملغ صوديوم. يعني المواد الصناعيه اللي فيها كيزيد الانسان اما الصوديوم واما المونوصوديوم جلوتاميت، اما على شكل ملح صيني. نعم. فالى الناس حبسوا المواد الصناعيه وحبسوا الدسم. نعم. المواد الحيوانيه، ثم خذوا النظام النباتي اللي فيه البوتاسيوم، ويكون النظام النباتي فيه الاشياء اللي فيها حمض الاوميغا 3، ما يمكنش الدوره الدمويه ما تخفش. لا يمكن. السؤال الاول هو مدى تاثير الرياضه. نعم. تنشيط الدورة الدموية. نعم. رياضة أو الحركة كما كيقول الدكتور. نعم. السؤال الثاني هو الاستفادة المثلى من التغذية. نعم. أنا قريت في واحد الكتاب ديال التغذية ضد السرطان. نعم. أنا بعض المرات خصنا نمدغو مزيان باش ممكن يتحلوا هذوك الخلايا، باش نستافدوا مزيان من الأنظمات ولي كومبوزون فيتوشيميك ديال التغذية. نعم. غير هو كاين بعض الحبوب بحال زريعة الكتان. نعم. ما كتقدرش تمدغ. أنا ما عرفتش واش كلشي مكيقدرش يمدغها. بغيت نسول الدكتور بحال يقدر يركز لينا على هاد الحبوب الطبية. نعم. بحال زريعة الكتان، بحال السانوج، بحال أشنا هو الطريقة المثلى اللي كنستافد منها؟ واش نطحنوها عاد ناكلوها، واش نخليوها هكاك غير نطيبوها؟ واش خير ان شاء الله؟ نعم. 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 جيد. شكرا جزيلا لكم وجزاكم الله خير. اذا شكرا سي المهدي. نعم. العجيب هو ان نعم على ذكر الحركه. نعم. على ذكر الحركه، شوف الناس اللي في البوادي ما عندهمش مشكل ديال الحركه، ما عندهمش مشكل ديال الدوره الدمويه، حيت كيتحركوا، حيت كيخدموا. نعم. من الصباح حتى الليل، لا غير باش الناس يعرفوا شنو هي هذا، علاش كنتكلموا يعني. نعم. الناس اللي في البوادي لا يمكن تلقى مثلا هذا، لا تحمض الدم ولا كنا تكلمنا في واحد الحلقه، عندنا حموضه الدم، ما عندناش تحمض الدم في البوادي، عندنا تحمض الدم في المدن. نعم. وما عندناش هذا المشكل، شي البوادير الناس علاش؟ لان ما كياكلوش كثير، كيتحركوا. دكتور نتوما دائما كتقولوا واحد الجمله وانا تعجبني، تغيير نمط العيش، لأنكم الناس كتتبع نمط العيش اللي كاين في البادية. نعم. يكون بسيط. نعم. وكما تقول تجوع، أكيد ما غاديش يكونوا هاد الأمراض. لا أكيد علاش؟ لأن ملي الدورة الدموية ملي ما كيدورش الدم في الجسم. نعم. كيترتب عليه أي مصيبة في الجسم تقدر. نعم. ترتب عليه. نعم. فالدم اللي ما كيدورش معناه أن الأكسجين ما كيوصلش للخلايا، الناس يعرفوا هذه، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يتنفس. نعم. خلق لي رئة فيها واحد الحجم كبير ديال الهواء اللي كيدخل الجسم ديالو. نحن نحيا بالغذاء والهواء والماء، وهاد الثلاث عوامل هادو ضروريين للحياة. فالناس كيردوا البال للتغذية، ما كيردوش البال للهواء. الهواء مهم. نعم. خصو يكون هواء نقي صافي،
وخاصه يكون هواء كافي للجسم. شوف مثلا غير اليابانيين والكوريين وهذوك الاسيويين عندهم واحد الطريقه ديال التنفس العميق. الشخص ملي فيق كيخرج للبلكونه ديالو ولا هكا وكيتنفس واحد التنفس عميق لمده 2 دقائق. ولكن الا جينا تنفسوا داخل المدن دكتور كلشي ملوث. لان عاليين كيف ما كان الحال كاين اللي عنده التنفس العميق عنده فين يدير هذا التنفس العميق وما كيعملوش. نعم. يعني لان ملي كيفيقوا الناس من الصباح كيكون الله سبحانه وتعالى جعل الليل للسكن وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ونرى مصيرنا في ذلك الآيات لقوم يسمعون. فالسكن معنى السكن أن ماشي النوم أن جميع الأعضاء ساكنة أنها ما كتحركش واقفة تقريبا واقفة. كين الأعضاء اللي ما كتوقفش هي القلب طبعا. نعم. الرئة ما كتوقفش علاش لأن التنفس ولكن كتقل كل حال الدورة الدموية كتنقص والتنفس كينقص كيمشي معاها يعني متوازي. نعم. الهرمونات كتوقف الانزيمات كتوقف ثم عوامل النمو كتوقف في الليل. نعم. ملي كيستيقظ ما يستيقظ الشخص في الصباح كتلاحظ على ملي كتفيق ديما كتدخل واحد كتنفس واحد التنفس كبير. لماذا؟ لان الجسم ديالك لانك وقفتي ولان الدوره الدمويه بدات كتدور لان خاص الجسم كيطلب اكسجين. لو كان هذيك ملي كيفيق الشخص يمشي لواحد مكان يعمل فيه تنفس عميق لمدة 2 دقائق ثم يتوضا ويصلي ولا يفطر ولا يغسل ولا حاجة. نعم. يكمل الحياة ديالو العادية. فهذا مهم جدا. لماذا؟ لأن ملي ما كيدخلش عندنا الأكسجين للدم كيتجمع فيه ثاني أكسيد الكربون. ملي كيتجمع ثاني أكسيد الكربون يعني CO2 إلى زدنا عليه H2O الماء. نعم. غادي تولي عندنا حمض الكربونيك. نعم. H2CO3 غادي يولي عندنا حمض الكربونيك. حمض الكربونيك كينزل pH كينزل pH ديال الدم وملي كينزل pH على 7.2 الدم ما كيبقاش يتبادل ما كيبدلش الاكسجين ضد ثاني اكسيد الكربون اللي هو اللي كنا تكلمنا عليه واللي سميناه تحمض الدم. نعم. هذه الاسيدوزيس. نعم. فهذا الاستاذ ديالنا هذا السي مهدي اللي تكلم لنا على يعني الحركه نعم دور الحركه ولا الرياضه الناس خصهم يتمشاو خصهم يتحركوا عليا اللي بقاو في جالسين في المكاتب ديالهم واليوم ديالهم كلهم كيقضيوه في الجلوس ولا حاجه وما كيلقاوش الوقت اللي كيتحركوا فيه خصهم يلقاو واحد الوقت ما الصباح ما المساء خصهم يلقاو واحد الوقت اللي يعملوا فيه حركات الا ما قدروش يتمشاو كانوا في المدن يعملوا حركات حتى داخل المنازل. نعم. حركات حتى لا بد منها لان هما كيلاحظوا على ان ملي كيعملوا حركات ديال 2 دقائق 3 دقائق 5 دقائق كيلاحظوا على ان الدم كيدور على ان الدم كيدور وربما يكون تعرق والتعرق جيد لانه يطرح السموم من الجسم تعرق جيد غير ملي يكون تعرق خاص يغسلوا الناس لازم يغسلوا علاش هذيك الاملاح اللي كتراكم على الجلد ربما تحرقوا على خصوصا على الوجه هذا الوجه خصهم النساء يغسلوا هذاك العرق يزولوه باش ما يتحرقش الوجه ديالهم بهذه التعرقات.